بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادًا أي أمثالًا ونظراء، أي جعلوا له شركاء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه جل جلاله. وفي الصحيحين رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الجرائم الشرك، أن تعبد غير الله، تدعو غير الله، تخاف من غير الله خوف السر، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، هذا الشرك أعظم الجرائم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وقوله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبًا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم أي تعظيمهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئًا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر تعالى عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، يتبرأ دعاة الضلال ممن تبعهم. فقال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني دعاة الضلال، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأوا من أتباعهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأت منهم
الملائكة عليهم السلام الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنيا. المشركون منهم من كان يعبد الملائكة، والملائكة بريئون، فتقول الملائكة عليهم السلام: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضًا تتبرأ منهم ويتنصَّلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضلُّ، أي لا أحد أضلُّ، ومن أضلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حُشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا، أي الأتباع للذين استكبروا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا رؤساء الضلال للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي مغيثكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يتبرأ من أصحابه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيجب علينا أن نحذر وساوس الشيطان، ونحذر الشرك، ونحذر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. وقوله تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة التي كانت في الدنيا من المشركين ورؤسائهم تقطعت وزالت. وكذا قال مجاهد رحمه الله في رواية ابن أبي نجيح رحمه الله. وقوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي تذهب
وتضمحل أي تهلك المودة التي بينهم، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد بقية الحطب بعد احتراقه، فالرماد إذا جاءه ريح يتشتت ويذهب، فهكذا أعمال الكفار لا أثر لها. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. هذا حال الكفار، هذا حال المشركين الذين يعبدون غير الله. فعلينا أن نحذر الشرك والمعاصي. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباً، أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم. المشركون كانوا يشقون آذان الأنعام ويتركونها لمعبوداتهم الباطلة، وهذا كفر. فالتقرب إنما يكون إلى الله لا إلى غير الله. والسوائب كانوا يسيبون بعض الأنعام لمعبوداتهم الباطلة لا ينتفعون بها، وهذا من عمل الشيطان. والوصائل: الناقة إذا ولدت كذا كذا مرة كل مرة أنثى يقولون هذه وصيلة، فيتركونها لمعبوداتهم الباطلة ولا يحملون عليها ولا يأخذون منها شيئا. كل هذا من عمل الشيطان، الله لم يحرم ذلك من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل ما أمنحه عبادي فهو لهم حلال. وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أخرجتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. كل هذا من عمل الشيطان، نعوذ بالله. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري، حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي، حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت عند هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعوا الله
أن يجعلني مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لا تأكل إلا حلال طيب، الله يستجيب دعاءك. فدل على أنك للحرام مانع من قبول الدعاء، فعلينا أن نجتنب الحرام وأن نكتفي بالحلال. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت أي من الحرام والربا فالنار أولى به. فعلينا أن نتقي الله ونحذر الربا والرشوة وأكل مال الناس بالباطل. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت أي الحرام والربا فالنار أولى به. قال المعلق: رواه الطبراني في الأوسط. فعلينا أن نحذر الحرام ونحذر الربا ونحذر أكل أموال الناس بالباطل. وقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، الشيطان له لكم عدو مبين، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلينا أن نحذر وساوس الشيطان ونطيع الرحمن جل جلاله. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعلينا أن نحذر وساوس الشيطان، كل معصية من وساوس الشيطان. وقال قتادة والسدي رحمهم الله، في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، جميع المعاصي من تزيين الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عكرمة رحمه الله: هي نزعات الشيطان. وقال مجاهد رحمه الله: خطاه أي خط الشيطان، أو قال خطاياه. وقال أبو مجلز رحمه الله: هي النذور في المعاصي، النذر لغير الله هذا من نزغات الشيطان. وقال الشعبي رحمه الله: نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق رحمه الله بذبح كبش، وقال: هذا من خطوات الشيطان، لا يجوز أن تقتل ولدك. وقال أبو الضحى رحمه الله عن مسروق رحمه الله: أتى عبد الله بن مسعود، أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بضرع وملح، ضرع الشاة يعني المذبوح، أتي بضرع وملح، الضرع هو ضرع اللبن، فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ناولوا صاحبكم، فقال: لا أريده، فقال: أصائم أنت؟ قال: لا، قال: فما شانك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك، لا يجوز أن تحرم ما أحل الله. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: غضبت على امرأتي فقالت: هي يوماً يهودية، نعوذ بالله، ويوماً نصرانية، وكل مملوك لها حر، إن لم تطلق امرأتك.
فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما، وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصما وابن عمر رضي الله عنهما فقالا مثل ذلك. وقال عبد بن حميد رحمه الله: حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، أو إن لم يجد فصيام 3 أيام. وقال سعيد بن داود رحمه الله في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة رحمه الله في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك 100 صوت فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. وقوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، الكذب على الله. فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. فعلينا أن نحذر وساوس الشيطان. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الكفار كالذي يسمع صوت الراعي يصيح على الغنم والغنم ما يفهمون ما يريد. يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرًا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. فالمسلم يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق رحمه الله عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فيجب اتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها، أي صاح بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس رحمهم الله نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. اختاره ابن جرير رحمه الله والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه. فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم وظلم، صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه. فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات ما رزقهم تعالى، من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه على ذلك. والشكر بالإيمان والعبادة إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا أبو النضر، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، أي شعره أشعث أغبر، جسده مغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء، فعلينا أن نحذر ونجتنب الحرام، الربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل والخداع، يجب أن نحذر الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه مسلم رحمه الله في صحيحه، والترمذي رحمه الله من حديث فضيل بن مرزوق رحمه الله. ولما امتن تعالى عليهم برزقه الحمد لله وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية. الميتة يحرم أكلها، وسواء كانت منخنقة، يعني انخنقت بالحبل
الذي في عنقها أو موقودة، يعني رميت بشيء ثقيل كالحجر، أو متردية تقطت من مكان عال، أو نطيحة شاة نطحت شاة، أو قد عدا عليها السبع، كل هذا إذا وجدته ميتا فهو حرام. أما إذا وجدته حي وذكيته حل لك، أما إذا كان قد مات فالميتة محرمة. وقد خصص الجمهور رحمهم الله من ذلك ميتة البحر، أما ميتة البحر فهي حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي المسافرون، على ما سيأتي. وحديث العنبر في الصحيح رحمه الله، وفي المسند والموطأ والسنن رحمهم الله. قوله عليه السلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ماء البحر طاهر، ماء البحر طهور، وميتة البحر حلال. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني رحمهم الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، السمك الميت والجراد الميت، والكبد والطحال، الكبد والطحال حلال. وسيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة إن شاء الله. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس، لبن الميتة، إذا ماتت الشاة وفيها لبن فاللبن حرام. والدجاج إذا مات، الدجاجة إذا ماتت وفي بطنها بيضة، البيضة حرام. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي رحمه الله وغيره، لأنه جزء منها. وقال مالك رحمه الله في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة، يعني المصارين، فيها خلاف، فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة رضي الله عنهم من جبن المجوس. فقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ها هنا يخالط اللبن منها يسيرا، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. على كل حال، المجوس كفار وذبائحهم تحرم. وقد روى ابن ماجه رحمه الله من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله، ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال المعلق: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، يعني فيه نظر. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه، الخنزير، لحم الخنزير حرام، ويدخل شحمه في حكم لحمه، الشحم كذلك شحم الخنزير حرام، إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك، أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك، ما ذبح لغير الله فهو حرام، لا يجوز للمسلم أن يأكله، مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي رحمه الله عن ابن عطية رحمه الله أنه نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها
فنحرت فيه جزورا. امرأة لها لعب وزعمت أنه وقع زواج بين اللعب وذبحت بعيرا، فقال لا تؤكل. حسن البصري رحمه الله قال لا تؤكل هذه الذبيحة لأنها ذبحت للصنم، يعني ما ذبحت لله، ذبحت للعب. وأورد القرطبي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ذبائح المشركين لا يحل أكلها، وكلوا من أشجارهم، الأشجار التي نبتها الله. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، يعني المضطر، فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، يعني ليس قصده المعصية بل اضطر وكاد أن يموت من الجوع فيجوز أن يأكل من الميت، وهو مجاوزة الحد، يعني ليس قصده أن يجاوز حدود الله بل اضطر إلى أكل الميتة، فأباح الله ذلك عند الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي ليس هو بغي يريد أن يبغي ولا عدوى ولا أن يتعدى حدود الله فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وقال مجاهد رحمه الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل، لا يكون هذا الإنسان قاطع للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا عن معصية الله أو خارجا في معصية الله، فإذا كان كذلك يجوز له أن يأكل من الميت، لا يكون قاطع سبيل يريد أكل أموال الناس بالباطل، أو يكون خارجا عن طاعة أئمة المسلمين أو خارجا في معصية الله، فإذا كان كذلك فله رخصة أن يأكل من الميتة إذا اضطر. ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير رحمه الله، وقال سعيد رحمه الله في رواية عنه ومقاتل بن حيان رحمه الله غير باغ يعني غير مستحل، أي لا يستحل الحرام. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته لا يشتهي الحرام. وقال عطاء الخراساني رحمه الله في قوله غير باغ قال لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة، أي الشيء القليل، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه إذا بلغ الحلال ألقاه، أي ألقى ما معه من الميتة، وهو قوله ولا عاد يقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يشبع منه، المضطر يأكل لقيمات لا يشبع منه، وفسره السدي رحمه الله بالعدوان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميت، أي ليس شهوته في الميت، ولا عاد في أكله. وقال قتادة رحمه الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله أن يتعدى الحلال، أن يتعدى حلالا إلى الحرام إلى حرام، أو يجد عنه مندوحة أي يجد عنه غيره. وحكى القرطبي رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله فمن اضطر أي أكره على أكل ذلك بغير اختياره مسألة، ذكر القرطبي رحمه الله إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف، كذا قال.
ثم قال: وإذا أكله والحالة هذه هل يضمنه، يعني يعطيه قيمته أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك رحمه الله. ثم أورد من سنن ابن ماجه رحمه الله من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر ابن أبي وحشية: سمعت عباد بن العنزي قال: أصابتنا عاماً مخمصة، أي مجاعة، فأتيت المدينة فأتيت حائطاً فأخذت سنبلاً ففركته، سنبل حب، ففركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، أي جمع منه في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناد صحيح قوي جدا وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، ثمر معلق في الشجرة أو في غيره، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه، أي أكل بفمه غير متخذ خبنة، أي لم يجمع في ثوبه، فلا شيء عليه. الحديث. فقال مقاتل بن حيان رحمه الله في قوله: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فيما أكل من اضطرار. وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم، أن يأكل ثلاث لقم فقط. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، لأنه لم يقبل رخصة الله. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري رحمه الله: المعروف بالكياهراسي رفيق الغزالي رحمهم الله في الاشتغال، وهذا هو الصحيح عندنا، كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بجنة الفردوس، والنجاة من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعلينا أن نجتنب الحرام. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون مما يشهد له بالرسالة، الله تبارك وتعالى ذكر رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأمر بالإيمان به إذا بعث، فمن كتم ذلك وكذبه انصب عليه هذا الوعيد. إن الذين يكتمون مما يشهد له بالرسالة وما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس، أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أظهروا ذلك، خافوا إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس، أن يتبعوا محمدًا صلى الله عليه وسلم ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يحصل لهم من ذلك، وهو نزرٌ يسير أي شيءٌ قليل، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير أي الهدايا التي يأخذونها، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون إن يتبعوه، وصاروا عوناً له على قتالهم أي قتال الكفار، وباءوا بغضب على غضب هؤلاء الذين كتموا، وذمهم الله في كتابه في غير موضع. من ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهو عرض الحياة الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة. كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. اليتيم يجب الإحسان إليه، ولا يجوز أكل ماله بالباطل. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل أو يشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا يجوز للمسلم أن يأكل في إناء من ذهب أو إناء من فضة، لا ذكر ولا أنثى. لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فالذي يشرب في إناء من ذهب وفضة إنما يجرجر، أصل الجرجرة صوت شرب الماء، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذاباً أليماً عياذاً بالله. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويا رحمهم الله ها هنا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله أيضاً من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان شيبة ويزني، نعوذ بالله، والزنا محرم على الكل، لكن إذا صدر من الشيخ يكون أعظم، لأن الشيخ ليس عنده شهوة تغلبه، إنما هو يريد الفساد والعياذ بالله. شيخ زان وملك كذاب، الكذب حرام على كل أحد، ولكن إذا كان ملك وكذاب وما يحتاج، ليس هناك شيء يضطره، فالملك الكذاب ينطبق عليه هذا الوعيد. وعائل مستكبر فقير ويتكبر، الكبر حرام من كل أحد، لكن إذا كان فقير ويتكبر يكون جرم عظيم.
ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، عياذا بالله. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتباعه وتصديقه. استدلوا عن ذلك، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك، مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار، أي ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. فعلينا أن نحذر الشرك والمعاصي. اللهم سلمنا من كل سوء، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبون ويخالفون ويجحدون ويكتمون صفته، فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعوذ بالله من الكفر والمعاصي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم وفقنا واجعلنا منهم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عبيد بن هشام الحلبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. هذا من علامات الإيمان.
فيجب التوبة إلى الله من السيئات، وهذا منقطع يعني سقط من سنده راوٍ. فإن مجاهدًا رحمه الله لم يدرك أبا ذر رضي الله عنه، فإنه مات قديمًا. وقال المسعودي رحمه الله: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجلٌ إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه، فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته، أي فرح ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها، يعني وتاب إلى الله عز وجل. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.